أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بالعربي الفصيح على كنار تي في. في السبعينات والثمانينات كان يقال في المجتمعات العربية: افتحوا على لندن. وخلال الحروب كانت أخبار العدو أصدق من أكاذيب الإعلاميين الحكوميين الرسميين، ولا يزال إلى الآن الخبر في مجتمعاتنا تكتبه دوائر المخابرات ويلقيه قارئ للأخبار ربما لا يعرف شيئا مما يقرأ. قد يكون لهؤلاء الإعلاميين بعض العذر في عدم تطوير أنفسهم مهنيا وعدم مشاركتهم في ازدهار المهنة محليا وعربيا بسبب القمع واليد الحديدية المفروضة عليهم، ولكن ماذا عن الإعلاميين المهاجرين إلى بلاد الحريات؟ هل استطاعوا أن يخرجوا من قيد الاستبداد وينطلقوا ويبدعوا في فضاءات الحرية الكونية؟ هل أمكنهم تشكيل وعي حقيقي حر صادق مستقل لا يعنيه سوى الحقيقة؟ هل طوروا المهنة وأدواتها عربياً وضربوا أمثلة في الإعلام الإخباري العربي حين يتحرر كيف يؤثر ويصنع الكثير ويشارك في الحياة الإعلامية الدولية أو على الأقل في مواطنهم الجديدة؟ أم أنهم حملوا نفس العقليات التي تعودوا عليها؟ فمقص الرقابة لا تمسكه يد الأمن بل تحكم قبضته عقول الإعلاميين نفسه. في حلقة الليلة من برنامجنا بالعربي الفصيح نتحدث عن صناعة الخبر في الإعلام العربي الكندي، واقعه، طموحه، تحدياته، ونستضيف لذلك ثلة من إعلامي عربي كندا لهم باع واختصاص في هذا الميدان. نحاورهم ونستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى الدروس التي مروا بها لنفهم أكثر عن واقع هذا الإعلام ومستقبله. ضيوفنا في هذه الحلقة ضيوف مميزين، أهل اختصاص، أهل تجربة، ونبدأ بالتعريف بهم بالأستاذة جانيت مطانس، إعلامية عربية كندية شاركت في تأسيس شركة ميديا مير للإعلام في تورنتو ومديرة الشركة حالياً. الأستاذة جانيت ناشطة اجتماعية ومشاركة فاعلة في العديد من التجمعات العربية الكندية. الدكتور سعد سعدي. الدكتور سعد هو إعلامي عربي كندي حائز على شهادة الدكتوراه في الإعلام، له العديد من المقالات التحليلية في بعض الصحف منها رأي اليوم، أخبار اللبنانية، والقدس الدولي، وأحد مؤسسي صحيفة القدس الدولي في مصر. أشرف على العديد من طلبة الماجستير بكلية الإعلام في جامعة موسكو الحكومية، أحد مؤسسي مجموعة كنديون من أجل التكوين، وهو ناشط فاعل في العديد من التجمعات العربية الكندية. الأستاذ محمد هارون كاتب وفنان، وهو رئيس ديوان الكلمنجية في جريدة ساخة السبيل التي تصدر من ميسيساغا أونتاريو، وهو مدير لفرقة تياترو العرب الكندية. والأستاذ دكتور دياب الذي بدأ رحلته الإعلامية في لبنان عام 1982 في عدد من الإذاعات، وفي كندا استمرت مسيرته في الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، ومنذ 25 سنة يعمل في إذاعة الشرق الأوسط كندا. أهلا وسهلا بضيوفنا الأكارم. أهلا فيك. أهلا أستاذ محمد. تحية محبة لك أستاذ محمد ولكل المشاركين الأحباء. لنبدأ رحلتنا في هذه الحلقة دكتور سعد. دكتور سعد، ياريت تعطينا فكرة والمشاهدين بحكم الاختصاص والتخصص عن ما هو الخبر وما هي الصحافة وما هو الإعلام. لنبدأ بمفاتيح التعريف حتى لا نتوه خارج السياق. طيب، في البداية مساء الخير للجميع. خلينا نبدأ في البداية
تعريف الإعلام بشكل عام، ومن ثم ندخل إلى الخبر، عملية صياغة الخبر، كيف يصاغ الخبر، ما هي أهم عناصر الخبر. الإعلام بشكل عام هذه الأيام يعني لم يعد كما كان في السابق، بل له قواعد وأصول، وأيضاً الخبرة والممارسة العملية غير كافية للتقدم في مسيرة الإعلام، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة. ولهذا السبب أنشأت بعض الدول أو معظم الدول في العالم معاهداً ومراكز جامعية للتخصص لدراسة الإعلام وعلوم الإعلام وفنونه. هلأ من أهم علوم الإعلام بشكل عام هو فن التأثير على الرأي العام، واللي بدوره بيقوم بدراسة التأثير المباشر والغير مباشر على الفرد والمجتمع بشكل عام، كيف يتفاعل معه، كيف يتأثر به ويؤثر به. يعني أيضا أصبحت وسائل الإعلام هي مصدر رئيسي بلجأ إلها الجمهور أو الناس أو المجتمع للحصول على المعلومات على من باختلاف كافة القضايا أو على اختلاف كافة القضايا، سواء كانت قضايا سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو اقتصادية، بسبب فاعلية الإعلام. إذا كنا نتحدث الآن أو ندخل على الإعلام العربي في كندا، أو نخليها لبعدين، خليها لبعدين، لكن خلينا نسلط الضوء شوي على هل الخبر هو الإعلام أم الخبر وصناعة الخبر هي جزء من الإعلام؟ أكيد هو الخبر الصحفي يعرف على أنه هو وسيلة لنقل المعلومات، وهو الأب الروحي للفنون الصحفية. نعم. بمعنى أنه كل الفنون الصحفية، أي الحوارية أو الروبرتاج أو المقابلات، أي تعتمد أساساً على الخبر. إن لم يكن هناك خبر فلا مجال لكتابة مقال أو حوار أو مقابلة. فالخبر هو الأساس، وهو الأب الروحي وعمود الفقري للإعلام. جميل. أستاذ دكتور أنت يعني موجود في كندا منذ فترة طويلة، وعاصرت الإعلام الكندي منذ فترة طويلة، وعلاقتك بالإعلام الكندي ومن خلال إذاعة الشرق الأوسط قديمة جداً. كيف ترى الإعلام العربي خلال الحقب التاريخية المختلفة التي مر فيها في كندا؟ نعم، أود القول في البداية أنه أنا اشتغلت مثل ما سبق وتفضلت حضرتك أستاذ محمد، كان لي الحظ والفرصة أن أعمل في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. وصلت إلى كندا في عام 1990، وبدأت واستكملت مسيرتي الإعلامية في التلفزيون المحلي في البدء، وفيما بعد استمرت المسيرة مع إذاعة الشرق الأوسط ومع محطات أخرى. ولكن يمكنني القول أنه بعد وجودي لثلاثين سنة في كندا، أن الصحافة العربية في كندا ليست قديمة العهد، فنشأتها كانت خلال السبعينيات من القرن الماضي، حيث كان للجاليات العربية بكندا وجود، مما استدعى إنشاء عدة وسائل صحفية متعددة، أو فينا نقول وسائل إعلامية متعددة. وكان طبعا بالبداية الحظ الأوفر للصحافة المكتوبة، على اعتبار أنه الواصلين الجدد إلى كندا كانوا بحاجة لأنهم يتابعوا أخبار كندا من خلال هالصحف، وأيضا متابعة الأخبار من بلدانهم اللي إجوا منها. وهون كانت البداية على طول الأهمية للصحافة أو للصحافة المكتوبة. طبعا الوجود العربي بكندا فينا نعتبر أنه وجود لا بأس به، لبل من الوجود الذي له الثقل داخل كندا. فعلى صعيد على سبيل المثال للحصر، في مقاطعة كيبك حيث أقيم، وفي موريال تحديدا، هناك وجود فعلي ووجود قوي للصحافة العربية، لا سيما من إذاعة الشرق الأوسط التي أعتز بأنني استكملت مسيرتي منذ اليوم الأول لوجودها هنا، وهي تبث لمدة 24 ساعة على 24 ساعة باللغة العربية
في مونريال وفي مدينة هاليفاكس الكندية أيضا، وكان لها أيضا إطلالات في مدينة أوتاوا وفي مدينة تورونتو، ولكن طبعا هناك بعض الشروط التي لم تستطع الإذاعة الولوج من خلالها للتمكن وللبقاء في هذه المدن، أقصد أوتاوا وتورونتو. على سبيل المثال طبعا العرب يشكلون في مثلا في مدينة لندن أونتاريو حوالي 10%، في مدينة مونريال وجود العرب يعتبر الجالية العربية الجالية الرابعة من بين تعداد السكان والأثنيات الموجودة هنا في مدينة مونريال. طبعا كان للصحافة المكتوبة السواد الأعظم والوجود الأهم على صعيد الصحافة في كندا، فهناك صحف ومجلات أسبوعية وشهرية ونصف شهرية، وهل الصحف هذه حاليا أطلقت مواقع إلكترونية عديدة وبقيت موجودة بشكل أو بآخر بالرغم من العراقيل العديدة. يمكن حتى ما طول أكثر واسترسل أكثر، رح أرجع لألك أستاذ محمد، ولكن بجعبتي الكثير من الأمور يلي ممكن أدلي فيها. بالتأكيد أستاذ جانيت، من خلال مواكبتك للعمل الإعلامي العربي، كيف ترين تطور الإعلام العربي وتعامله مع الأدوات المختلفة عبر هذه المسيرة الحافلة منذ وجود العرب إلى الآن؟ شكرا أستاذ محمد، شكرا لضيوفنا كمان، شكرا للجمهور عم بيسمعنا هلأ. بالحقيقة أستاذ محمد، نحن لما نحكي عن الجالية العربية مثل ما قال أستاذ فيكتور إنه في إلى صاع وإلى وزنة وإلى تقلب هون بكندا، ليه؟ لأنه نحن جالي مش تحمل هوية عربية واحدة، نحن جالي نحن مننتمي ل 32 دولة، فتخيل التنوع والغزارة بالغزارة بالفكر والثقافة والسياسة اللي نحن بدنا نحب نشاركها، ونحب كمان ما ننساش إنه نحن عم الإعلام العربي هو عم بيحاكي جمهوره العربي المهاجر القادم إلى الغربة، واللي عنده حنين كبير فعنده كتير إنه بده يشاركه فيه، بده يحكي فيه، فكل جالية إلى نصيبة بإنه إلى نصيبة وإلى خبرتها اللي حبت إنه تشارك فيها مع جاليتها. عندك يعني حضرني إنه أنا اليوم عرفت من أستاذ رشاد صالح مؤسس الجالية العربية الفلسطينية، الجمعية العربية الفلسطينية، إنه هو بسنة 1972 أسس جريدة اسمها فلسطيننا، وبقيت لسنة 1986، ومن بعدها ما يعني ما حالف الحظ لتبقى لأسباب يمكن ما كانش فيه الدعم قوي لإلها، رجعوا بلكن رجعوا أسسوا كمان بال 2008 جريدة تانية اسمها جريدة فلسطين، واللي دامت لسنة 2013. فالحضور اللي هو الرابط إنه من خلال الجريدة العربية ومن خلال الإذاعة ومن خلال التلفزيون، في عندك الجاليات العراقية اللي الأستاذ محمد الجراني اللي حاول من خلال خبرته الإعلامية قدم من خلال راديو وتلفزيون العرب كمان، كمان في أستاذ صلاح علام يعني أسس جريدته من سنة 76 وهو لغاية الآن، في إعلاميين كتير، ولما شافوا هالتنوع وهالغزارة بالإعلام، راديو كندا الدولي سنة 1990 بشهر أغسطس أطلقت برعملة برودكاستينج للبرنامج العربي، وكان الإعلاميين الأستاذ فريد الشامي والأستاذ بيير أحمراني هن اللي كانوا يقدموا هالبرامج. فاللي عم بحاول أقوله هون أنا إنه في غزارة ثقافية وفكرية، بنحب إنه نحن كإعلاميين عرب إنه نقدمها ونشاركها من خلال خبرتنا، إن كان خلال الجريدة أو التلفزيون أو الراديو، وهلأ كمان لقدام شوي بنبقى بنحكي كمان خلال الحلقة عن السوشيال ميديا، ف راح اترك لك نقول لك الحوار. انا بدي ابقى معك استاذه جنيت، يعني انت اسمعتينا
يعني تاريخ فيه شيء من المحطات الحافلة. نعم. هل المنحنى يعني كان في تنازل ولا كان في تصاعد بعد ما نشوف الواقع الحالي اللي احنا فيه الآن والتغيرات على الإعلام في كل أنحاء العالم؟ وبعد الكلام اللي تفضلت فيه من هذه المحطات اللي يعني تجعل إعلام كندي يتوجه للمجتمع العربي بإعلام خاص، هل نحن بعد ذلك كان منحنانا يرتفع أم منحنانا ينخفض؟ هو بصراحة هو ارتفع وانخفض بمطارح، يعني بالإعلام المكتوب صار في انحناء، ولا هو كان تأثير بسبب يعني تأثير الإنترنت والإعلام على السوشيال ميديا، فكان إنه الإعلام العربي شوي بالجرايد عم بينحدر يعني الاهتمام فيه، ولكن بالمرئي والمسموع مرتفع. رح أقول لك أنا هلأ بالوقت الحالي على أومني تي في، في عنا 4 محطات عربية. عنا محطة أومني تي في اللي هي بتقدم يعني وظفت إعلاميين عرب ليقدموا مضمون ومحتوى عربي على أومني تي في. عنا هوا كندا اللي هو للأستاذ خالد سلامي والسيدة ابتهال وهدان. عنا أكسجين تي في للأستاذ الإعلامي رامي بطرس. وعندنا كمان لما تي في للأنسي لما العقاد ما زال برنامجها موجود. هلأ سؤالي هون أنا، الجالية العربية بمكوناتها المتنوعة أغلت الساحة العربية الكندية بالإعلام، ولكن هل الكونتنت اللي فن التأثير اللي كان عم يحكي عنه الدكتور سعد السعدي، هل كان الإعلام العربي قادر عليه؟ هل قدر أثرنا على القارئ أو المستمع أو المشاهد العربي؟ هذا سؤالي. السؤال الثاني كمان إنه دورنا نحن كإعلاميين، نحن بدنا نرضي القارئ العربي ونخليه نضلنا يعني رابطينه مع جذوره العربية بأخبار جاي من بلادنا اللي تربطنا بالحنين والقلق والقلق والخوف على ما يربطنا بأرضنا وبلادنا وهمومنا. وبنفس الوقت هل نحن بهالطريقة عم نفصل قارئنا ومشاهدنا ومجتمعنا عن واقعه الكندي الحالي؟ جميل. أسئلة مهمة ودقيقة، والحقيقة إنه يعني هي لب الحوار. أستاذ هارون، هل لك من مزيد حول هذا الموضوع وحول التأثير؟ أنا بدي أقول اللي استمعنا إله من صحافة مكتوبة ومرئية اللي تفضل فيها الأستاذين الكرام، الحقيقة بتخلينا نتساءل لماذا لا يعرف المجتمع العربي عن ذلك؟ هي مشكلة توثيق أم مشكلة احتراف أم مشكلة تجمع للإعلاميين العرب بشكل صحيح يليق بجهدهم اللي يقوموا فيه؟ مساء الخير للأصدقاء المشاركين، يسعد والسادة والسيدات المستمعين المشاركين من خلال السوشيال ميديا. أنا سعيد أن أشارككم اليوم كواحد من هذه الجالية، وإن شاء الله بيطلع بالنهاية بشيء مفيد لأبناء هذه المجتمع العربي. أنا بحب أسميه مش الجالية، لأنه صار في نقاشات كثيرة في بين المثقفين العرب هنا، فاتفقنا على أن نسمي المجتمع العربي الكندي وليس الجالية. الجالية تجد في قضايا لغوية ما فيها. اللي بدي أحكيه سؤال المسألة الإعلام العربي الكندي واللي تفضل فيه الزملاء، الإعلام العربي موجود بكندا من 40-50 سنة وأكثر، وهو متدرج كما تفضلت جميل. يعني معظم بدأ بالصحافة المكتوبة، وهذا طبعا بكل العالم الصحافة المكتوبة التي نجدها الآن للأسف تتهاوى نتيجة الضربات الإلكترونية اللي تعرضت لها معظم الصحف الورقية في العالم ومنها إحنا طبعا. اللي بدي أقول لك إياه بالنسبة للإعلام العربي الكندي، اللي هو بدأ بالصحافة الورقية وثم بدأ إذاعة وتلفزيون ومطبوعات أخرى، بقصد المجلات، أنا كمان الفترة الحالية اللي هو السوشيال ميديا بكل تفاصيلها وخاصة الفيسبوك. هذه الدخول الجديد للفيسبوك
الحقيقه يعني ممكن نتكلم بعدين، لكن هو اغنى ومد الساحه بكثير من التفاصيل، رغم انه احيانا ياتيك الغث والسمين بنفس الوقت. الان انا بالمداخله حابب اركز على نقطتين بعيدا عن التاثير شوي. احنا عندنا الاعلام العربي نوعين، وان كان الموضوع كبير لكن نحاول نحدد معين. اعلام عربي يهتم بقضايا العرب الموجودين بكندا وفي بلادهم الاصليه، واعلام ناطق بالعربيه. يعني هذا الشكلين اللي انا بناقش فيهم دائما، انو المهم وانو اللي ممكن نحن نركز عليه. انا بحب اركز من ضمن خبرتي بساخر السبيل وكتاباتي السابقه لاكثر من جريده عربيه بالاعلام العربي الذي يهتم بالقضايا العربيه الكنديه والخارجيه. بمعنى انه انا عندي احتفال ثقافي، طبعا انا بتجاوز مساله الكورونا على اساس انه احنا نحكي ما قبل الكورونا، احتفال ثقافي او اجتماعي او رياضي او سياسي عن القضيه العربيه بداخل كندا. وجودنا احنا كصحفيين عرب بغض النظر ان كانوا بيكتبوا بيصوروا، وكما تفضل الدكتور سعدي الخبر نفسه واحد بيكون منا موجود اللي هو انا او زميلي من اي صحف العربيه او التلفزيون او الاخر. هذا احنا الخبر اللي بميزنا عن الناس الثانيين، لانه احنا موجودين بالساحه. ومن يقول لك يا سيدي او يدعي بان له مراسلين عرب في لندن في بمدن عربيه ثانيه او في مدن مقاطعات اخرى، بيكون هذا الكلام مش دقيق. الحقيقه احنا في كل مدينه، ان كان مثلا في تورنتو، من السابعه، اوتاوا، مونتريال، كل واحد له مجموعه من الاخبار بغطيها. هذا هو اللايف اللي احنا بنكون نقدمه للجمهور العربي. الاخبار اللي بناخذها من برا ونهتم فيها، خبر من الاردن، من فلسطين، من العراق، من لبنان، من اليمن، هذا الخبر احنا ما لنا مراسلين هناك. احنا ناخذ الخبر ممكن نعدي فيه شوي او ننقل نشوف شو بهم الناس وبننزله منقولا. وهذا لا يقلل من قيمته، يعني انا ما عندي صراحه ولا حدا عنده بالامكانيات انه يكون معين مراسل في بغداد مثلا، ما مش موجود. النوع الثاني من الاعلام الذي ياتي بالنسبه رايي انا الشخصي، طبعا انا ما بفرض على حدا، اللي هو درجه ثانيه، اللي هو الاعلام الناطق بالعربيه، الاعلام الذي ينطق العربيه فقط. يعني كيف بنميزه عن الاعلام الاول؟ الاعلام الناطق بالعربيه هو الذي ينقل خبر عن كندا، مثلا رئيس الوزراء راح، رئيس الوزراء صرح، الرئيس الحكومه فورد حكى عن كورونا. هذا الخبر احنا اخذناه من الاعلام الكندي وترجمناه، احيانا ترجمه حرفيه واحيانا مع شوية تعديلات. هذا الخبر المعدل أو المترجم طبعا بهم الناس، يعني مسألة كورونا أو مسألة الهجرة أو بهم كل الناس، وإحنا قاعدين مجتمع كندي. أحداث أمريكا، ترامب راح، ترامب أجل، ترامب عزلوه، هذا كله موجود بكل العالم. لكن درجة اهتمام الإعلام العربي برأيي أنا يجب أن تهتم بالمجتمع العربي الكندي، إيجابيات سلبيات نجاحاته إحباطاته هبوطه صعوده، الاقتصاد، التجمع، الإعلام، الاقتصاد العربي في كندا. هذا هم الأول. الهم الثاني أن أكون ناطق بالإعلام العربي. كثير طبعا في محطات عربية، إن كانت قنوات إذاعات أو الأخري، هي تنطق بالعربية، لكن لا يهمها الخبر العربي اللي أنا كساخر سبيل أو جرائد زملائي الآخرين، وأنا بعتز فيهم كلهم، هذول الناس بينزلوا على الساحة بأيام الوضع العادي طبعا بدون كورونا، بينزلوا وبيكتبوا وحضر الثاني وراح، ممكن يصور دايركتلي حدث بارز يعطيك اياه على بالكاميرته على التلفزيون مباشره، على فيسبوك مباشره، فممكن فيما بعد ينزل بالتفصيل، يستطيل بالتفاصيل الخبر اللي هو زبده الاعلام كما تفضل الدكتور سعد. فمن هنا اريد ان اختم الخبر، الاعلام العربي المنوع كما قلنا سابقا نوعين، نوع خبر اعلامي يهتم بالعرب في نفسه بالمجتمع العربي الكندي بتفاصيلهم، وإعلام آخر هو إعلام ناطق بالعربية يتحدث بكل شيء. ممكن يتحدث عن المجتمع الخبر عن الصين لكن باللغة العربية، أنا دفئا وحنينا وعاطفة بتعامل معه بحيادية، لكن هو خبر علمي، لكن أنا بهمني أعرف خبر الجمعية اليمنية اللي موجودة في أوتاوا ماذا فعلت الجالية اليمنية مثلا، فأنا هذا أكثر ميلا له في على الأقل بالصحافة تبعي. شكرا أستاذ فيكتور. يعني بعد هذا الكلام على موضوع التأثير للإعلام العربي وأين وصل التأثير، وبعد هذا الكلام اللي يفرق فيه الأستاذ هارون بين الإعلام العربي والإعلام الناطق بالعربية، يعني يتبادر إلى أذهاننا سؤال جديد. العمل الإخباري يحتاج إلى مصادر،
هل يمكن أن نقول أن الإعلام العربي استطاع أن يصل لدرجة أن يكون مصدر للخبر في كندا، أم أنه ما زال ينسخ ويترجم ويكتب مترجمات؟ حقيقة لما نتحدث عن إعلام وله تأثير، ونتحدث عن إعلام ونريد أن نفتخر بثلاثين وأربعين وخمسين وستين وسبعين سنة من الوجود في هذه البلاد، يجب أيضا في الكفة المقابلة أن ننظر ما هو الوزن الحقيقي الآن بعد هذه السنوات الطويلة من العمل، وبعد هذه المجهودات الكثيرة والكبيرة من مجهودات الإعلاميين. هل تحول أو أصبح الإعلام العربي مصدرا للخبر، أم ما زال يتلقى الأخبار من مصادر أخرى وهو فقط يترجم؟ نعم، أنا هون بإمكاني أن أتحدث عن عملي في الإذاعة، وبالفعل إنما أقوم به في الإذاعة هو تقديم نشرات الأخبار وتحريرها. طبعا سؤالك يحتاج إلى تحديد أكثر، ولكن سأجيب بعجالة على هذا الموضوع. في عالمنا اليوم أصبحت سرعة المعلومة أو الخبر متخطية لعالم الوقت أو لعامل الوقت والسرعة، والأخبار تنتقل بسرعة مثل ما هو معروف. هلا على صعيد الإذاعة فيني أقول أنه نحن مثلا من فترة كتير قريبة، من يومين، كان عندنا لقاء مع رئيس الوزراء بكندا، كان عندنا أكثر من لقاء مع عدد من الوزراء ومن النواب، وكنا السباقين ببعض الأحيان للاطلاع على ما يقدم وما يحضر على الصعيد الفيدرالي وعلى الصعيد المحلي أو البروفينسيال بالنسبة لهوني. ببعض الأحيان كان ممكن نحن كإذاعة، بما أنه موجودين 24/24، كان ممكن أن نكون نحن طبعاً مصدر الخبر بهالأخبار يلي عم نحكي عنها، ولكن نحن ما فينا ننسى أنه كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية تاخذ أخبارها ومعلوماتها من مصادر معروفة جداً. يعني مثلاً أنا بقدر بعطيك على سبيل المثال للحصر، وكالة رويترز والآFP هن المعتمدين في كل وسائل حتى بدولنا العربية اللي نحن جينا منها، بياخدوا الأخبار من هونيك. هلا طبعا إذا كان عندك أشخاص موجودين على الأرض ريبورترز وإلى ما هنالك، بيكون الموضوع أفضل وأشمل وأعم، ولكن نحن مش لازم ننسى أنه نحن هوني وسيلة إعلامية صغيرة جدا بالنسبة للوسائل الإعلامية الأخرى. أنا كان عندي فرصة أن أشتغل هون بمحطة NBC كندا بفترة من الفترات، وبوقت لاحق CJNT اللي هي محطة طبعا محلية، ولكن كان عندنا مجال أنه نفوت لمطارح ما كان غير وسائل إعلامية ممكن أنه توصل لها، وقدمنا الكثير من الأخبار وتفردنا بكثير من الأخبار بهالمجالات هيدي. يعني من الغبن أنه نقول نحن ما فينا نكون مصدر خبر في مكان ما، ومن الغبن أيضاً أن نحن نشبه حالنا لوسائل إعلامية أهم منا بكتير، عند مصادر تمويلية من الحكومة الفدرالية ومن الحكومة المحلية، وبالنتيجة المساحة تبعيتنا مساحة محدودة جداً. لذلك فينا نقول أنه الإعلام العربي ببعض المدن الكندية، أنا بقدر أحكي على موريال، سجل أفزة نوعية طبعا، لأنه اليوم المستمع العربي في موريال مثلا وفي هاليفاكس بينتظرنا على كل رأس ساعة ليعرف شو عم بيصير على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي. طبعا أخبارنا مستقات مثل ما سبق وذكرت قبل شوي من الأFP، من رويترز، من وكالات أنباء لكل دولة، مثلا بقدر لك سانا بسوريا، بقدر لك روسيا اليوم، كل هالوكالات العالمية اللي منتشرة اليوم بطريقة طبيعية والمعلومة عندها سريعة. ولكن بيبقى عنا نوعا ما بعض الفرادي في مكان ما ببعض الأخبار نسبة للحجم يلي والمساحة اللي عم نشتغل من خلالها. بدي أشكرك أستاذ فيكتور، بس بدي أسأل سؤال. يعني وانت بتتحدث دائما، والضيوف ايضا دائما بنسلط الضوء او بنتكلم من واقع البروفنس اللي احنا موجودين فيها، مواقع المقاطعه اللي احنا موجودين فيها. هل الاعلام العربي هو بطبيعته الحاليه وواقعه هو بروفنشال، هو اعلام مقاطعه، ولا يعرف اي اعلام مقاطعه عن اعلام المقاطعات الاخرى، ولا يتفاعل معها، ولا وليس بينهم أي اتصال؟
نعم أنا بقدر أقول بطريقة سريعة بالعكس تمام، لأنه نحن منغطي أخبار كندا كلها، مش بس أخبار كندا على صعيد البروفنس محل ما نحن موجودين، لبل أكثر من هيك. نحن منبلش من الأخبار الفيدرالية، منرجع للأخبار المحلية، وحسب طبعا طبيعة الخبر دائما في أخبار بتفرض حالة. مثلا اليوم عندنا بكيبك المستشفيات قدرة الإيرجانس أو الطوارئ بالمستشفيات صارت محدودة جدا، واضطرت المستشفيات أنه تبعت مرضى لمستشفيات أخرى خارج المدن الموجودين فيها. فحسب طبيعة الخبر هي بتفرض أنه نحكي عنه أكثر أو لا، بس بقدر بقول أنه لا، نحن منغطي كندا ككل. هلأ طبعا كل محطة وكل وسيلة محل ما هي موجودة، ومثل ما تفضل قبل الصديق يلي حكي قبل شوي، بتغطي أكثر المنطقة اللي هي موجودة فيها لحتى تتفاعل مع محيطها الطبيعي. نعم دكتور سعد، سأترك لك المجال لتعلق على كل ما سمعت، وأرجو أن تضيف لنا زاوية أخرى في الإعلام، وهي باقي أنواع الإعلام التأثيري. أنت تحدثت بمعنى جوهري عن الإعلام، وهو العمل في التأثير على الناس. هناك فنون مختلفة تؤثر على الناس، ممكن هذه الفنون يكون جزء منها متعلق بأعمال درامية، وممكن يكون جزء منها متعلق بأعمال أخرى. كيف يتفاعل الخبر، يتفاعل إعلام الخبر ويستفيد من هذه الأنواع المختلفة ويصل إلى المشاهد حتى يؤثر فيه؟ وأترك لك طبعا المجال لتعلق على كل ما سمعت. نعم أنا بدي أعلق على الموضوع اللي طرح يعني من بعض الإخوة حول، يعني أنا لما حكيت إنه الشيء الأهم في الإعلام هو فن التأثير على المجتمع، ولا هو سبب وجود الإعلام شو هو وجوده؟ أن يؤثر على البشر، على المجتمع، على الأفراد. هاي ناحية. الناحية الأخرى نحو الإعلام يعمل على تشكيل وعي البشر، وعي المجتمع. طيب الآن إذا بدنا نتطرق للمواضيع اللي طرحوها الإخوان هون حول الإعلام العربي في كندا، أنا بشوف إنه هناك في بعض الإشكاليات موجودة في الإعلام الكندي، طبعا بنسب محددة بين وسيلة إعلامية وأخرى. في هناك بعض الوسائل الإعلام العربية في كندا لا عم تحاول التطوير من نفسها باتجاه أن تقدم الأفضل، ولكن في بعض الوسائل الإعلام ما زالت تراوح مكانها. على صعيد البث أو النشر باللغة العربية، أعتقد هذه من الإشكاليات الأساسية التي يعانيها المجتمع العربي، مع أهمية أن نبث وننشر في اللغة العربية، لكن هناك شريحة كبيرة من المجتمع العربي واللي هي نعتبرها الجيل الثالث الذي لا يتحدث العربية وهو يتحدث الإنجليزية، اللي احنا بنسميهم هذول تينيجر أبنائنا. هذول طب كيف بدهم يفهموا هذول؟ هاي الشريحة بدها تفهم اللغة العربية. بالتالي أنا بعتقد إحدى الإشكاليات الرئيسية اللي بتواجه الإعلام العربي في كندا هو اللغة الإنجليزية، بمعنى أن يبث وينشر باللغة الإنجليزية لكي يفهمها الناس، لكي يفهمها المجتمع الكندي ككل، مش بس أبنائنا. هذه إحدى الإشكاليات، لأنه أصبحنا إحنا في الإعلام العربي نكلم نفسنا. يعني أنت لما بتبث لغة باللغة العربية أنت عم بتكلمني أنا، يعني أصبحنا منخاطب بعضنا البعض، ما منزيد ولا منضيف. في كثير من القضايا اللي تطرح بالإعلام، منها مثلا القضايا الفنية. يعني أنا مثلا لم أرى وسيلة يعني إعلامية طرحت مثلا منتدى ثقافي. منتدى ثقافي هذا يؤثر في المجتمع أيضا. لم يطرح هذا الموضوع. مثلا منتدى اقتصادي يفيد المجتمع العربي في كندا، أنا لم أرى هذا من أحد الأوجه اللي ممكن يعني تطرح في هذا الصدد. وهذه تعتبر من الفنون، فنون صحفية وإعلامية، هي نوع من الفنون الإعلامية. أنا بدي أقول لمشاهدين الكرام إنه الأسئلة سنأخذها تباعا، لكن بعد قليل. أستاذة جنيت، الحديث في موضوع الفنون والحديث في موضوع الأنواع الإعلامية المختلفة يقودنا إلى الحديث عن الإعلام الإلكتروني.
هل أخذ الإعلام الإلكتروني من حظ الإعلام العربي أم أن الإعلام الإلكتروني عزز وقوى الإعلام العربي؟ وحقيقة هناك شيء نشعر به ونحسه من الصراع الخفي بين الإعلاميين الذين يقولون نحن الإعلاميين وليس غيرنا، وبين أصحاب السوشيال ميديا وأصحاب اليوتيوب وأصحاب التأثير الحقيقي. طالما أن الدكتور سعد وحضرتك يعني حطيتونا باتجاه واحد وقلت لنا الإعلام هو فن التأثير، وبالتالي اليوم إذا بدي أنا أقيس على الكلام اللي حضراتكم تفضلتوا فيه، فن التأثير موجود في السوشيال ميديا. فحين يقف إعلامي ويقول إنه هؤلاء أصحاب السوشيال ميديا وأرباب السوشيال ميديا دخلاء على المهنة وليسوا أهل المهنة ولا يجوز لهم أن يسموا أنفسهم إعلاميين، وهو ليس له من التأثير ولا أحد يعرف حتى اسمه، بينما أصحاب السوشيال ميديا واليوتيوب والأصحاب التجمعات المختلفة على السوشيال ميديا من أصغر طفل لأكبر رجل بيسمع فيهم ويتأثر فيهم. إذن هل يعني القدم قدم العمر للإعلاميين وخبراتهم الطويلة جعلتهم غير قادرين على التعامل بالأدوات الحديثة فضيعوها وأصبحوا يتباهوا بأنهم هم أهل الخبرة وأهل الإعلام، أم أن أصحاب السوشيال ميديا صح حقيقة يعني تسلقوا على هذه المهنة وادعوا أنهم أهلها؟ سؤال كتير كتير حلو وكتير مهم. أول شيء بدي أقول لك إنه الإعلام العربي الكندي مع احترام للكل ولنجاحات الكل مسكين يا أستاذ محمد، مسكين لأنه هو مجهود شخصي. أنت بتعرف الفاميلي بزنس، الواحد يعني بده يعمل مجهود شخصي. وأستاذ محمد هارون وأستاذ بكتر دياب كمان أكيد راح يعني عندن كلام كتير يخبروك عنه، ويمكن أكثر أستاذ محمد هارون إنه بمقدي أنت بدك أنت بمجهودك مع الجاليات كلها بدك تحكي عن الخبر السياسي أو الخبر الاجتماعي أو الخبر الثقافي أو الخبر الفني، وبدك تقدر تصيغه وتكتبه وتتابع معاه، وهو اللي بريد اند باتر مثل ما بيقولوا، هو اللي بحط لك الأكل على هالطاولة، food on the table. فأنت الإعلامي العربي الكندي مسكين وما بيجيوش دعم، ما عندوش دعم مادي يعني أو دعم من أي مؤسسة أو أي جمعية ليقدر يكفي طريقه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الإعلام العربي مثل ما حكينا كمان قبل وأنا برجع بأكد عليها، هو يفتقد لعنصر صحافة الرأي. ومثل ما قال دكتور سعد كمان، يعني هاي من النقاط المهمة اللي أنا كنت بدي أحكي فيها. فعندك قارئ يعني بيقرأ الجريدة أو بيقرأ أي موقع إخباري عشان يقرأ الرأي، مش عشان يقرأ الخبر، لأنه الخبر عم بيتواجد من وين ما كان عم ناخد الخبر. والسوشيال ميديا تويتر أهم بلاتفورم لنقل الأخبار السريعة، ويقولك إياها من شخص مباشر، يعني أنت عندك أكسس على المعلومة بشكل مباشر وأسرع كمان عم توصل للقارئ أو المستمع. فصحافة الرأي أو التحليل السياسي أو التحليل النقد الفني، نقد لأعمال فنية وأعمال أدبية بتغني الفكر، مش موجودة عندنا، مش موجودة، وهاي نقطة ضعف كبيرة. وين أهمية السوشيال ميديا هلأ هون نحنا؟ طبعا السوشيال ميديا هاي أداة، يعني صار يعني محتوى غني غني كتير، وعنده الصحافي وسيلة يقدر يوصل يلقط أخبار سريعة من مصدر سريع، وبنفس الوقت عنده إياها وسيلة ليقدر ينشر الخبر سريعا. هلا أنا ما بديش أقول إنه الإعلاميين العرب اللي تعودوا على نشر الأخبار من خلال الجريدة. أعطيك مثل، مرة
في كنت نازل بالإليفيتر من البناي، وكان في رجل كبير السن نازل على مدخل بالثلج وبالبرد وبالسقعة، نازل ليروح يشتري جريدة. ليه؟ لأنه بتعود على أنه يفتح الجريدة، على أنه يشم ريحتها، على أنه يقراها. فيها الأجيال هاي موجودة وما زالت موجودة. صحيح هلأ في الجيل الثالث اللي عم نحكي عنه صار مور أكتر على ديجيتال ميديا وعلى سوشيال ميديا، ولكن في عنا أجيال بعدها ما زالت بتحب تقرأ الجريدة. طبعاً الرقم نزل ولكن ما زالت موجودة، لم تنتهي بعد الجريدة الورقية. هاي يعني خليها ببالنا. ولكن نحن إذا التارجت تبعنا أنه تريتش للأجيال الجيل الثالث اللي الجيل الجديد، شو الموضوعات اللي بدنا نحكي فيها؟ هون بدنا نرجع نعيد حساباتنا ونقرر نحن شو جريدتنا لأي لمين، لأي قارئ أو لأي مستمع نحن بدنا نوجهها كلمتنا. أهميتها طبعاً أنت هلأ شفتوا تويتر وأهميته. بالوقت الحالي لازم كلنا يكون عنا يعني معلومة واضحة وصريحة إنه المستقبل للسوشيال ميديا وللإنترنت، للديجيتال ميديا، مستقبل للديجيتال ميديا. فمش أنا كبرت بالعمر، أنا يعني معلش بدناش نحكي مسألة العمر، في خاصة أنا موجود يعني بالقدر. نعم، مش أنا يعني صار عندي خبرة كبيرة بكتابة الآراء من خلال الجرائد، أنا مش ممكن أحطها على إنترنت لأنه رأيي رح يكون أقل أهمية أو رح يفقد طعمه. بالعكس، إذا منتدرب على إنه كيف نستعمل الديجيتال ميديا، صوتنا وكلمتنا رح توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. إذا تدربنا كيف ننقل الخبر ونصير مبدعين أكتر كيف ننشره على السوشيال ميديا، بالعكس السوشيال ميديا بطريقة معينة عم تخدم الموقع الإنترنت من خلاله. هو بيقولوا له Search Engine Optimization، أنت إذا بتكتب الخبر وبتعمل لينك للخبر على الويب سايت تبعيتك وبتبعته على تويتر أو الفيسبوك أو الإنستغرام أو لينكدين، أنت عم تعطي عم تنشر، بصير عندك يعني زيادة المتابعين أكتر من different platforms، من مصادر معددة من السوشيال ميديا. بالعكس أنا بشجع، أنا ما بقول انتهت الإعلام مع نهاية مع إنه وقفت الجريدة، بالعكس أنا بقول هاي انطلاقة جديدة وبداية جديدة. عم بحكي من تجربة شخصية، نحن أنا جوزي سعيد هنري أسس شركة ميديا إن تورونتو .com، اللي هي بلاتفورم باللغة الإنجليزية local business news in English language، وهي بنفس الوقت هي ما بتحكي بس عن أخبار البزنس، ولكن نحن هدفنا نكون بريدج، جسر من الجالية العربية للجالية الكندية، حتى لنقول الجالية الكندية لتعرف نحن مين، نحن كعرب نحن شو في عنا نجاحات، نحن شو في عنا ثقافات متعددة. أنا أتمنى، ولكن عم نشتغل على الموضوع طبعاً، إنه أتمنى يكون بالتيم معانا ناقد فني يقدر يجيب رواية عربية يقراها ويحكي عنها، ناقد فني يحكي عنها باللغة الإنجليزي. فنحن هيك بنكون عم نوصل حضارتنا وثقافتنا لجيلنا الثالث اللي الدكتور سعد عم بيحكي عنه، اللي ما بيعرف يقرأ عربي ولا بيعرف، يمكن بيعرف يحكي عربي ولكن ما بيعرف اللغة مظبوط ليقدر يقراها ويتابع الجرائد أو الوسائل الإعلام العربي، ولكن بقدر أوصله عن هذا المخزون الثقافي العربي باللغة الإنجليزية أوصله إياها. إضاءات قوية أستاذة جانيت، موضوع اللغة هذا والتأثير باللغة والوصول للأجيال الشابة العربية بلغتهم التي يفهموها، هذه قضية وتحدي كبير. اسمحي لي أنتقل للأستاذ فيكتور، وهو جزء من تعليق أو ملاحظات الأستاذة جانيت. أستاذ فيكتور، الآن تكلمت الأستاذة جانيت عن الدعم، ألا يستطيع الإعلام العربي في كندا أن يكون مستقلاً
أم أنه يحتاج إلى الدعم دائما؟ وهل الدعم يمنعه من الاستقلالية؟ وهل الاستقلالية تؤدي إلى الوفاة لأي إعلام؟ نعم، خليني ابتدي أقول أنه الدعم طبعا بيأخذ عدة وجوه. عندنا الدعم المادي، عندنا الدعم المعنوي، وعندنا الدعم محبة الجمهور العربي لنا نحن من خلال المادة اللي عم نقدم له إياها. نعم. طبعا إذا كنا عم نحكي عن المادة، الدولة الكندية تساعد جدا وسائل الإعلام وكلنا بنعرف بعدة طرق. على الصعيد المحلي كمان الإنسان حلو أنه يعترف بجميل المؤسسات العربية اللي موجودة. أنا بقول لك كإذاعة نحن هون بموريال، الحمد لله أنه نحن ما عندنا ولا أي مشكلة بالنسبة للدعم المعنوي والدعم المادي، والمستمعين يوم بعد يوم عم بيعطونا محبتهم بشتى الوسائل وبشتى الطرق. طبعا الإعلام الحالي حابب عقب بس على اللي كان عم ينحكى بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي طبعا حتى الوسائل المتعارف عليها الإذاعة والتلفزيون وكلها صار مصدر الإنترنت، يعني شاء أم أبى الصحافي صار بده يروح بالمستقبل لهالاتجاه هيدا. ولكن ما بيمنع طبعا أنه يكون في مثل قنوات بتوصل ببعضها، يعني ممكن يكون إشياء موجودة عنا على النت وبنفس الوقت موجودة عنا بالورق، واثنيناتهم بيكملوا بعضهم بطريقة أو بأخرى. ما في شيء بيلغي شيء تاني بهالحياة اللي نحن عايشينها، بالعكس الأمور بتكمل بعضها. لذلك الأهم اللي بقوله أنا من الأمور المادية، طبعا لا أرجع لموضوع المادة، مش معناته أنه الإنسان اللي عم بيحط إعلان معك أنه هو اشترك، بالعكس تمام، هو عم بيروج لمنتج عنده للشيء اللي مؤسسته هي ناجحة فيه وحابة انه تروج له. بين هلالين نحن بنعرف انه بنظام الضرائب الكندي من صالح صاحب العمل ورب العمل انه بعض من الاموال يحطها بالاعلانات لانه بيقدر يشيلها من التاكس بنهاية السنة بالنسبة له. فبدل ما يكون انه الاعلان اللي عم بيحطه بالوسيلة الإعلامية هو عبء بالنسبة له، لا بالعكس عم بيكون شيء بيريحه وعم بيخليه موجود دايما بين الناس اللي هن دايما بيروحوا لعنده. يعني محلات العربي الكتار، يعني على سبيل المثال الحصر أدونيسيا اللي هي من الشركات الكبيرة جدا المؤسسات المهمة صارت بكندا، وقت اللي بتعمل دعاية مثل ماكدونالد وقت اللي بيعمل دعاية، نحن بنعرف انه هالمؤسسات هي مش بحاجة لدعاية، ولكن دعايتها بتحب انه على طول تضل موجوده دائما ويضل المواطن العربي اللي من هو او بالاحرى المواطن الكندي من اصول عربيه يضل على طول يدخل على هالمؤسسات. انا بدي اخذ سؤال من اسئله الجمهور مثل الاستاذ محمد هارون بيسالك اشرف، السباقون في المجال الاعلامي اين هم الان في ظل بروز وجوه جديده حملت الراية وانطلقت دون حواجز؟ السؤال الثاني، الجوائز التي توزع بشكل مستمر من هنا وهناك على شبكات الإعلام العربي وغير العربي أشرف، أين البقية الباقية منها؟ ويوجه لك السؤال أستاذ محمد هارون، اسمح لي عيد تعليقك وتفضل. لا هو بيقول بالآخر كاتب إنه والسؤال الثاني لمحمد هارون مش الأول. إحنا جمعناهم جمعة أخير يا سيدي. أوكي. لا هو بس نعيد السؤال الأول كمان مرة كنت أقرأ كمان لو سمحت. على طول. على طول. تسمح. بحكي لك. أينهم؟ سباقون في المجال الإعلامي اللي كانوا موجودين في المجال أينهم الآن؟ نعم. شوف هلا يعني أنا بحب أضيف شغلة صغيرة لما تفضلوا في زملائي بالجلسة. إنه الإعلام العربي بدأ مبكراً بجوز من 50 سنة، وفي جرائد عربية زي ما تفضل الجنيت راحت مش الجرائد صحف، لكن الإشي الجديد اللي هو التكنولوجيا اللي هي الإنترنت اللي بدأت تقريباً 2000 وكذا لما وصلنا لحد الآن إنه صار الإنترنت أو السوشيال ميديا بشكل خاص تجيب لنا الخبر. الصحفيين الكبار سيد أشرف بطبيعة الحياة انسحب منهم، انسحب مبكراً ومنهم انسحب نتيجة ظروف شخصية وعمرية. أنا بعتب أنا يعني بجوز تستغرب، أنا بعتب على الناس كبار بالصحافة العربية والإعلام العربي انسحبوا وبتقول له ليش؟ ولك يا أخي مش الوضع مش كذا، ومش مسألة مالية صدقا، في كتير ناس انسحبوا بقول لك الوضع كل الناس هبوا ودبوا دخلوا الصحافة إلى آخره،
ما فيش يعني فمش عاجبهم الوضع. انا برايي وانا ممكن اقول للملأ انه في ناس انسحبت ولا يعني هو صحيح انه الاعلام العربي مش عم بيجيبهم بفلوس لكن انا بعرفهم ما عندهم مشكله ماليه. وانا من الناس اللي كنت انسحب لمشكله ماليه لكن ممكن احكي فيما بعد غيرت اسلوبي في العمل وانتقلت من العمل الورقي للعمل الالكتروني وطورت طبعا بمعي من الشباب وانا هيك بحكي لك اياها بصراحه يعني انا اولادي واصدقائي من الشباب الخريجين الجامعيين الجداد اللي هم اولادنا اولادك اولادي اولاد فلان اللي بيعرفوا انجليزي كويس بيعرف فرنسي كويس ساعدوني كيف انا ادخل واطور الشغل الجليل اللي صار فيها شباب و يعني سنوات مختلفه التابع. انا انسحبت من الورق نتيجه يعني ما انسحبت من السوق هاي قضيه كثير مهمه. انسحب من السوق وانت عندك فكره او مشروع هذا بعتبر انسحاب لكن انت غيرت طبيعه عملك من ورقي اللي الورق والكل بيعرف الزملاء الثاني بيعرف الورق بحاجه الى مطبعه فلوس مطبعه محاسبين موزعين متابعين في التسويق الماركتينج هذا كله تكلفه. اذا انت كنت على سويه عاليه ماليه انت قادر تكمل. اذا ما كنت البعض من الزملاء انسحبوا من الساحه ولكن ما في منه فايده لانه هم تجار لانهم عندهم هدف تجاري مشروع تجاري اللي هو في مدخول في شيء وما في مدخول بنسحب. انا حاولت بساخر سبيل دخلت في طريقه ثانيه بالعمل. الكبار اذا نرجع للسؤال بشكل ملخص الكبار انا برومهم بعضهم انسحب وبعضهم مستمر. هو طبعا احنا بنسمع ارائهم دائما اذا في مناقشات وهذا بنتصل فيهم وبنلتقي معهم. السؤال الثاني حول الجوائز انه ما هب ودب ما شو بخدها وكلام من هالنوع. هلا يعني بدك بشكل عام الجوائز لها يعني شقين طبعا من يمنح الجائزه ولمن. يعني انا زمانات كتبت شغله اسمها جائزه نوفل بدل نوبل كتبناها نوفل وصرنا نحكي عن كيف توزع الجوائز للصغار في المدرسه ولا غيره. فخطر على بالي هلا وانا بحكي مع السؤال هذا انه انا شفت الناس تعطي جوائز بسال مين. يعني انا لما والله وزاره الثقافه الكنديه او التلفزيون الكذا بيعطي كذا يعني في جهه تمنح. طيب هل جهه تمنح من هي؟ واحد اثنين طبعا بسال مشان كان صحفي بدي اكتب عنها. الجهه الشق الثاني وهو لمن تمنح هذه الجوائز. يعني انا اذا عندي مجله مؤسسه ثقافيه عربيه او كنديه او كذا بقول والله بدي امنح انا مؤسستي 1-2-3 معروفه تمنح الجائزه للدكتور سعد سعدي مثلا الذي انجز 1-2-3-4-5 وبيعملوا حفل تكريم وكذا كذا. لكن ما بعرف يعني انا احيانا افاجئ على الفيسبوك والسوشيال ميديا انه جهه لا اعرفها تمنح جوائز لجهات عديده. يعني انا طبعا بقدرهم وبحترمهم مش انا ضدهم لكن لماذا لا يكفي الصوره انه انا اخذت جائزه عرفت؟ نعم. يعني انه انا والله اخذت جائزه لاني انا مؤثر في العمل الابداعي العربي مثلا. طيب واحد الكاتب من ذيك اليوم تحت الفيسبوك انا بتابع جيد لهذا الموضوع بقول طيب يا جماعه هذا اخذ جائزه سنه 2020 بالنشاط مش عارف شو. طيب لا يوجد نشاطات في 2020 باعتبار الكورونا. طيب يعني في شيء بين قوسين او هلالين زي ما تفضل استاذنا الكريم فيكتور بين هلالين في شيء فاتح. يعني احنا لازم نكون حتى بتوزيع الجوائز متقين او حتى في مهاجمه الاخرين لا سمح الله ان نكون نعطي الخبر يعني كخبر علمي انه مين اللي وزع الجائزه ولمين وليش. بقول انا شو بدي اغطيها؟ ما غطيت شيء. لما انا اروح احضر حمل ثقافي بحكي 2019 والله عملنا بالفرقه التياتر العربي كان عمل احتفال، البيت الاردني عمل احتفال، البيت الفلسطيني عمل احتفال، الجمعيه العربيه عمل احتفال. معروف من اللي عمل الاحتفال ومين اللي اخذ الجائزه وليش. اما الكلام العام انا مش ضده لكن انا لا استطيع ان انقل خبرا لا اعرف من يعطي ومن ياخذ. نعم. في تعليق او تعقيب عند الاستاذه جانيت، تفضلي استاذه جانيت. شكرا. اول شيء عندي نقطتين عشان قصه الدعم من الحكومه او مش الحكومه الكنديه، يعني بيعطوا جرانتس من الكنديان هيريتج او الاونتاريو ميديا كونسل. كل المطلوب منك لو كان عندك جريده انه يكون 80% من اللوكال كوميونتي نيوز وهي بلغتك العربيه او الفلبينيه او الفيتناميه او الباكستانيه و20% اخبار عن اللوكال كنديان جنرال نيوز. وبنفس الوقت انه تحدد انت قديش عدد مطبوعاتك وكيف بتنشر وين بتنشر مطبوعاتك ويكون عندك بروف برهان انت
على أنك وزعت هاي المطبوعات. نعم. فإذا أنت يعني شغلك بيوقع بهاي الخانة وبتقدر تقدم الورق المطلوب الـ يعني الجرانت بيوصل لك، لا محالة أنه ما يوصل لك، ما فيش مشاكل بهذا الموضوع. من شيء 3 سنين أنا العفواً أنا هلأ ناسي اسم المؤسسة اللي بينتمي فيها، تواصل سعيد من خلال ميديا ماير مع هاي المؤسسة اللي هي مثل رقيب على مسألة الديستريبيوشن، أنت قدي بتطبع وين بتوزع وبيروحوا، تعمل اشتراك شهري، اشتراك كوارترلي عفواً، يعني كل كوارتر حق ايوه تعمل اشتراك معاهن، وهن بنفس الوقت يعني مثل they verify شغلك وبيعملوا وبيدعموك وبيوصلوا وسيلتك الاعلاميه لوكالات الاعلانات اللي هي فعلا بتبعت وبتعلن عندك ومن خلال وسيلتك الاعلاميه تتلقى الدعم المادي من خلال فعلا اللي بتحس انه مجهودك ما راحش ضيعان من خلال، يعني مش اعلانات خفيفه او ضعيفه. فهي النقطه بدي كنت اوضحها. يعني بمعنى اخر حابب تحكي لنا انه اللي بده دعم مادي من غير ما يكون اسير لاحد يبتزه بالموقع الاعلامي تبعه او الوسيله الاعلاميه تبعه، هناك مصادر للدعم ممكن يلجأ لها ويستفيد منها من غير ما يكون هو أسير لهذه الوسائل الإعلامية. طبعا. أنتقل للدكتور سعد بسؤال الختام في هذه الحلقة. تفضلي أستاذ جنيت. عفوا النقطة سوري أنا آسف يمكن معش وقت كتير، بس اللي بقول عنه عشان الجوائز اللي عم تنعطى يعني بالنهاية ما بصح إلا صحيح، في كتار أخذوا جوائز لمجرد أنه معرفي أنا بعرفك أنت بتعرفني بتعطيني إياها، فبالنهاية at the end of the day ما بصح إلا صحيح، وعملك واستمراريتك هي اللي بيقيم وجمهورك هو اللي بيقيم إذا أنت هو جايزتك، وأكيد أستاذ فيكتور بيأيدني بهالموضوع، جمهورك هو مية بالمية مية بالمية هو هيدا الكنز الحقيقي بالتأكيد. وفي النهاية أنا يعني بنصح الأستاذ أشرف وغير الأستاذ أشرف لما بيشوف في جوائز اسأل، ربما إذا سألت يكون الجواب موجود فتستفيد وتشفي غليلك وتعرف شو سبب الجائزة. نرجع للدكتور سعد. دكتور سعد، بعد كل هذا النقاش وأنا أعلم إنه هذا النقاش يعني ربما لا يكفي وأكيد لا يكفي ما يستحقه الحديث عن الإعلام العربي من حلقات وحلقات وحلقات، لكن إحنا نحاول فقط أن نسلط أضواء، نحاول فقط أن يعني نقرع أجراس، نحاول فقط أن يعني نوضح بعض من الوقائع والواقع اللي موجود. بعد هذا النقاش والحديث في هذا الواقع، إلى أين تجد الإعلام العربي؟ وهل يمكن أن نقول أن هناك أمل أن يكون هناك حاضنة أو كيان معين يجمع هؤلاء الإعلاميين العرب في كندا ويرتقي بالمهنة ويرتقي بالعمل الإعلامي العربي الكندي ويجعلها في دائرة التأثير وليست في دائرة الوجود فقط؟ هو اللي تم طرحه الآن جيد ممتاز، يعني غطى مرحلة طويلة من الإعلام العربي الكندي الموجود في كندا، لكن أنا بعتقد الجمعيات العربية الموجودة في كندا بشكل عام بتفتقر إلى مؤسسة تأخذ هاي المفاهيم كلها بعين الاعتبار وبتهدف من خلال هاي المؤسسة إلى تأهيل إعلاميين عرب وخصوصا من أب يعني خصوصا الطلاب واللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية. لما لذلك أهمية لمخاطبة المجتمع الكندي، هاي أعتقد مهم جدا، تشكيل مؤسسة تهتم بإعلاميين وتأهيل إعلاميين لهذا. أنا بعتقد أنه بعض وسائل الإعلام الموجودة الآن في كندا لا عم تتطور، في تحسن ممكن استمراريتها، وفي بعضها ما زالت تراوح مكانها،
لكن في هناك تطور في بعض وسائل الإعلام وجيدة ممتازة. جميل. أستاذ فيكتور. نعم على نفس السؤال. نفس السؤال، أين ترى مستقبل الإعلام العربي؟ أنا بلاقي أنه خلينا نبلش بالحاضر. أنا بقدر أعطيك جواب إيجابي. حاضراً نحن عندنا رسالة إعلامية سامية عم نقوم فيها الحمد لله. يعني أكبر دليل أنه عمر الإذاعة صار عمره 25 سنة بالنسبة لنا بموريال. قريباً جداً رح نحتفل باليوبيل الفضي للإذاعة. يوم بعد يوم عم نشوف التدفق الهائل بالنسبة للإعلانات والتدفق الهائل من محبة الناس واحترامهم للوجود، لأنه نحن عم نعيش حالياً أزمة من أهم الأزمات اللي عرفتها البشرية، ومن الصعب جداً أنه الإعلامي يقدر يقوم بدوره مثل ما لازم. منحس قديش أنه كانت الإذاعة كإذاعة قديش كانت هالحضن يلي عم يجمع كل الناس بين بعضهم وعم بيعطيهم المعلومة أول بأول وعم بيكون معهم دايماً. أنا بلاقي أنه بالحاضر نحن هلأ قوية كتير نقلرات، بالمستقبل رح نكون أقوى. طبعاً العوائق المادية كتيرة، تحديات كتيرة، ولكن بالنتيجة المعروف عن المواطن العربي أنه قوي وما في شيء بيكسر له شوكته. عنده إصرار. عنده إصرار دائم. أستاذ هارون. والله أنا بدي هيك أعد سيارة السؤالك يعني بطريقة أخرى كتبتهم حتى بسرعة. كيف بدنا نطور الإعلام العربي أو كيف ممكن يكون أحسن؟ طبعاً هو جيد الآن، ما قلنا أنه سيء، لكن كيف يكون في المستقبل أفضل؟ كتبت مع السريع. من الضروري واحد تأسيس رابطة تجمع أو تشمل كل الإعلاميين بكافة فئاتهم أو على الأقل الذين يكتبون العربية، وهذه كلها يعني تجمعات بكل المناطق، مش شرط تكون يعني تكون مؤسسة غير ربحية طبعا، لكن هذه الرابطة لها أهداف كثيرة. وإحنا عملنا هنا بتورنتو رابطة صحفيين بسيطة مش مسجلة رسميا، لكن إحنا على الأقل نتشاور نحكي بالأسعار ومكان التوزيع برأيك بفلان شور، يعني بفيدة الكلام. هذه الرابطة للإعلاميين، وعلى فكرة مداخلة مهمة جدا بالتسعين في بلاد التسعين، التقيت أنا مع أحد يعني لا داعي لذكر أسماء كان موجود بالتسعين في رابطة إعلام عربية كندية كانت موجودة، ويا سيدي العزيز لم يكن أي مسؤول كان بالثمانينات وبداية التسعينات يذهب إلى البلاد العربية إلا يأخذ مندوب من الرابطة العربية يطلع معهم بالطيارة يكتب عن الرحلة. يعني شو كان تأثير الإعلام العربي كم كان كبيرا بذلك الوقت. وطبعا للأسف انتهت هذه الرابطة أو تجمع الصحفي العربي مع ازدياد المشاكل في دولنا في الشرق الأوسط. النقطة الثانية التطوير اللي هي طبعا هاي الرابطة تعمل مصداقية تعمل حرب تطور كثير شغلات أنا كاتب كثير. طيب كثير النقطة الثانية كيف نطور التواصل مع المؤسسات الحكومية الكندية الإعلامية للمشاركة في صياغة الخبر العربي الكندي لتفضل فيه الزملاء. ثلاثة إقامة دورات إعلامية يشرف عليها متخصصون في الإعلام، يعني ليش ما الدكتور سعد إن شاء الله قادما يعني بالظروف العادية إنه الدكتور سعد بالجمعية العربية الكذا بدها تعمل دورة تطوير الإعلاميين، أنت متخصص. أنا كاتب في فرق كبير، أنا كاتب الدكتور سعد إعلامي في مذيع، يعني حتى نعلم الناس، وأنا بعتز أكون أحد الطلاب الأوائل للدكتور سعد. بعدين نقطة ممكن تكون أخيرة أو قبل أخير، إقامة علاقات مع التجمعات العربية الكندية الإعلامية ومن كل الجاليات. يعني ليش ما نحتك مع الباكستانيين الفلبينيين الصينيين؟ ومثال أخير، في سنة 2003 رحت أقص شعري عند حلاق شكله شرق أوسط شرق آسيا، فدخلت لقيت عنده على الطاولة جرايد عربي وهندي وفلبيني وصيني وآخره، فطلعت كانت الجريدة العربية أو عرب اليوم شيء زي هيك الجرايد العربية القديمة، ووقت كلها فري طبعا توزع، فمسكت الجريدة مكتوب عليها بلغة أنا ما بعرفهاش وبالإنجليزي مكتوب فيتنام. هذه الجريدة يا سادة يا كرام كانت تباع $3 حوالي 64 صفحة، فأنا من يوميتها بدي أفكر والله أوه يعني يمكن الجريدة العربية تصير تباع $3. فيتنام اللي إحنا كنا نعطيها العرب بال 74 75 وبيعرفوا الأساتذة الأفاضل كنا ندعم فيتنام وتجربتها العظيمة ونعطيها من الرز والأكل، الآن فيتنام بال 2003 الكلام هي بتعلمنا وبتعطينا نتعلم منها، وصارت فيتنام دولة واحدة وإحنا نزداد تقسيما. يعني هذا المثال كان ضروري أحكي. آخر شيء مع الجاليات الأخرى ونوع أخير، إعلام عربي بلغة غير عربية، وهي قضية كثير مهمة. يعني نلخصها، أنا بجيب جريدة أو تلفزيون أو إذاعة
تحكي انجليزي او فرنسي لكن بوجهة النظر العربية، اعلام عربي بلغة ثانية. هاي قضية ممكن الدكتور سعدي والاستاذ دكتور وحضراتكم والناس المستمعين نفكر من هلا في نطور هذه الفكرة. شكرا لكم. اختم انا مع الاستاذة جنيت وختامها مسك. استاذة جنيت، اين ترين المستقبل، المستقبل الاعلام العربي؟ والحقيقة النقاط اللي طرحها الأستاذ هارون وآخرها موضوع اللغة والإعلام بلغة شائعة في المجتمع الكندي أمر مهم وسلاح مهم جدا لتعريف المجتمعات على المجتمع العربي. هل ممكن أن نرى ذلك قريبا؟ والحقيقة هذا لا يحتاج فقط الإعلام، إنما كل الفنون اللي نقوم فيها نحتاج أن نتحدث بلغة الآخر فيها. تفضل أستاذ جاني. يعني أنا شكرا أنك طرقت لهالموضوع، على مش دعاية يصير وانفتحت، نحن أوريدي بلشين بهالموضوع. عندنا www.mediaintoronto.com your local business news، تتحدث، لا نتكلم بالسياسة ولا نتكلم بالدين، نتحدث بما يهم المجتمع الاقتصادي الصحي الفني ولكن باللغة الإنجليزية. القارئ العربي لغاية الآن، يعني نحن نحاكي نيش ماركت اللي عم بيحاول، اللي هو متقبل لفكرة إنه يقرأ الخبر باللغة الإنجليزية ويتابع أخبار الجالية العربية باللغة الإنجليزية. فأنا طبعاً معه، أنا مش ضده، وإذا في إعلامي قادر يعني يجمع بين اثنين هاي بتبقى إضافة إيجابية، إضافة إيجابية بلس. فإذا في موقع بالإنجليزي وبالعربي يعني بيحافظ على الأوثنتيسيتي تبع الهوية العربية كمان، مش غلط، بالعكس نحن بنشجعها وبندعمها للآخر. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي هي تأسيس الجمعية أو الأرابيك ميديا أسوشيشن، وهي موجودة هاي مؤسسة وإلى بنودة وإلى قوانين وإلى دستورة، وأستاذ صلاح علام عضو فيها وما زالوا أعضاء فيها. بس المشكلة إنه نحن كيف بنتصارع ببلادنا على الكراسي، هون نفس الشيء. لنقدر ننجح ونجتمع تحت راي وحدي، فعايزين نطلع من توبنا اللي هو الأنا، ونقول نحن تعالوا يا جماعة شو ممكن نكون إضافة إيجابية، طالما نحن يعني 32 دولة، كيف فينا نجمع بعض تحت راية إعلام كل واحد يعبر عن جليته بلغته أو باللغة الإنجليزية، وضروري اللغة الإنجليزية. حتى أنا مش بدي أأثر بس على الكوميونتي العربية تبعيتي، أنا شو أنا بتوقف أحكي مع حالي بالمراية، ما أنا عارفة شو همومي وشو قضاياي وشو الحلول اللي أنا بدي إياها، وكمان القارئ العربي نفس الشيء عارفها. أنا شو تأثيري على المجتمع الكندي، وين إضافاتي على المجتمع الكندي اللي أنا حالياً موجودة فيه. فمن هذا المنطلق أنا بشجع على أنه تأسيس الجمعية أو إعادة إحيائها بمنتهى التواضع، نشتغل إيد بإيد. ونقطة تانية، صار في محاولات، أستاذ محمد هارون بيعرف أنه لا يجتمعوا بعض الإعلاميين العرب، ولكن كان دائماً هذا يجي وهذا بديش إياه يكون، يعني كمان ما في، يا بدنا نكون كلنا يا ما بدناش نكون، ما فينا يعني نطلع حدا برا لمجرد انه مش ماشي على خطنا. شوفي بعد نحكي مبدئيا هاي هي. وصحافة الرأي كتير كتير مهم، صحافة الرأي. وانا بدعي على منبرك، اذا دكتور سعد بيكتب باللغة الانجليزي فميديا ان تورونتو الى الشرف انك تكون موجود معها، فبشرفنا وبشرفني كمان مشاركة كل الإعلاميين اللي موجودين معنا. ضيوفنا الكرام، أنا بدي أشكركم الحقيقة. بجوز تعليق سريع على موضوع أنه الإعلام وأنه المنابر الإعلامية تحاول جاهدة كلها أنها تتجنب الحديث في السياسة والدين، ولكن نتمنى أيضا
ألا يكون المحرك لهم في التعاون مع بعضهم البعض هو السياسة والدين، ليس فقط منع المنابر من هذا التحدث، ولكن حقيقة أن لا يكون تعاملهم مع بعضهم البعض وإقصاؤهم لبعضهم البعض على منطلق سياسي وأيديولوجي وديني، حتى أنه تحول الرأي بحد ذاته إلى دين. بدي أشكركم من جديد ضيوفنا الكرام، شكر يعني كبير جدا، كلكم قامات وهامات. نتمنى أنه نجد لكم خلال الأيام القريبة القادمة هذا التجمع الذي تحلمون به أن يكون يعني ملء السمع والبصر في كندا، ويكون هناك منبر حقيقي للمجتمع العربي، منبر إعلامي مختص يفتخر كل عربي فيه ويصل لكل عربي صغير وكبير. ومشاهدينا الكرام، أتوجه لكم دائما بالشكر الجزيل على المتابعة، ونبقى دائما على تواصل في كل اثنين من برنامجكم بالعربي الفصيح. شكرا كثير.